في أمد كلام كويديو ما أنت هدي ما رك الدولة تا حتى أنا أورن كرتين ما أنت الدولة الصومالية واحد كتاعي هل جن كان يود بعثناني مكجرتا واحد كتاعي فير بي كتاعي داعت بي كتاعي ما تقفك يقوق عن إنكرا حقيقة وهل تلعب أو ما أنت الدولة الصومالية قاضي أن هاي نهبل بالله هذا اللي يهبل هاي الله هذا اللي يو مت بانو دبلوماسية وهاوس هبين دهو حندا وحندا جيسي والله أنا كل شيء أنا كل شيء حقنا عن سكان مترس وحوي وح أن منشئ ينبعث معلومة سويح يعني ما بفرسا صوماليا مدد له الحي سواء عين سوق كل إيش ده في عصب الرقيس كا إيش لا يارك أي صاحب ودليل أنا شيء يسوي يحول كذا شيء يسوي يبلمنا على هذه شو وح أن منشئ من أخي هر هذيني وح منشئ يعني وحوي أنا كسيجن وح اللي على شيء كاني يبلو براد اللي كاش كاني ومن اللي مادي أفك معرفة معلومك مسؤول برادو كل ضد أنا كسيجرا إيه ما قلته وح السوق قاله ويان سلمان لأن متغ أن حلب الكوتشر تيجي معلمنا وع عبيسي حلينا وع عبيسي فنان ولا تاجتاي سلمان يسه حمر وحي عبيسي معلمنا عبيسي حلينا عبيسي إن لا يدنا عصير في عصدة وأنا دع على جاء عنين الدنيا إذا فاري يقبل خبير يمتغ أن مشاريع ذا كربوه في ميك الاستديو متغ أن فيلم كيزول ده قمدين الفيلم شنو ده إز وحي عبيسي أفضل شغل كلا عبيسة شقوه دينه وامريه دي ما هنا مرك إنا غير الناس كريدين حق القضاء كله لهم ما أنتم حق السوق قاعدين حق القوين كيكت شرعين جيزك أفريكا حق لك من إرد عليه ما أنتم وأنا أقود اللي يدى قرتيب وأنا كفي ستيب فكار يعني اللي يدى لي أنت قال قبل الآن يتوه بيه سوماليا دي قولي يسوق الثاني سامين بي قولي يلمسا راح دينا عصحنا ما أنت قلنا أفكي على قول المنيو الشيز كان يفعود حيا محكمة هرقيسة هي محكمة أهل حمر لأنك أنا تيجي بعد 50 years هسكده يتشي تمان لكن أدوه ضعون من الدركة وقال تيك محكمة forever no no بلا 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 فكروا إما الله عقدي قادرة وانا خانا بك بما الله أنت سوق السياسة دك اللي يمسك دراها الصومالي اللي لا دراها الصومالي اللي يمسك أنه على كرقتا وامسك ماسك يقول حال the most corrupted nation وين هدام برس بارتي أنه still gonna be corrupted نبرتي طلابحهم طلابحهم بدشا طلابحهم طلابحي عن مدشا ليه حاران أن ليه حلالا مدلو صومالي وديه سارتها وغرقا فعديه محكمينها أعلان هربيسية حضر فالرأي إنه مصدح لدي القرية رأي إنه تجيب دلو تجيب biggest prosperity تجيب positive action and make sure بك هذا إنه العلاد أول ما نهي حبن أفكيد كسود دلو and make sure إنه عرمان infrastructure اللي تعمل كرد اللغان بمهمده وحكيمه إيه للمدالين كيبوكا وإنفستركشنكا نريد ما قشل بني عيد على هذيك الأشياء. بشر الواحد عيد مد بمن بجد عيد. تعس دولة كهيت على سوق مال مرجان. بس بيكوز بحر فيني بحر لعنة وحيين. ماركت أو هرجيس ولا غاب يصير وحيين. باور من وحيين. ساسا لنا عندي عيد على قادم مني. لكن هذا أقول لي ما تباور كي لعكي انتستركشن كي داني لي. هذا اللي ما عندهم من دهر على المال. نكسر لنا المحر عند دم بلق الله لين. هذيك اللي قال لي والله لكن هو قرار من بدن بلا قال لي برادر انت تصرف كفا والمر كفا برادر في لعب بدن كفا ساسا ساسا صار دلك لو يبسدا ساسا دلك لو مر كي دك دباته او تيمادو ساسا دلكوده لوغا قاطا because infrastructure is short term با لغا حدليا موغتahay ولا سياسه الصومالي وا اوغناهي دباته جيسيس كسو غالين دك الصومالي ما جيرتو لكن ما انت ما اها ان لو يبسدو infrastructure تاريخ توبي ابسيني وان لو نوقدا مغرتي دلكا هدي كو سو فريستان او ما انت infrastructure never forget the action plan ماشي كو دمينيسو ماشي كو دمينيسو والله شريت space bank قبلني أو professor عن كأنه record قرية سنتها كل نقطة تاريخ this is not محل فكري كرمانت infrastructure كأكلية this is an absolute annexation إثيوبيا وحرت اللام كان هنا أنا قريسو، so هدي وقف مارتي ده سومالي أنا كوي ماني وأفكار كوه اللي كنا هي هوا fantastic plan، لكن you know short term goals يا material ما أنت على قف كريان يعني وحنديه لها دولة الصومالي أنا جو حنا مثلا مسؤول كهذا صار responsibility كصارن وكسب حضوران إن شاء الله وكسب حضوران وين هجاتينا يعني هنعود إنه يتاجر يعني إثيوبيا نقول كان مقاعدة نيسو هدي بلان يديل ماشي حلال لكينيو او دولة الصومالي illegally so responsibility as إيجا سارن تهي لكن ما أنت واحد what's on the table is a clear case of annexation مقرتي so don't fall for the material short material gains I think البرابا next ها مينا انتونا البران سينين مينا صفيعي
صفية لكن متباجرت أنا ومتى غير إنه هذا ما ركت إثيوبيا ما ركت حاجة هدي ويمدد كده هيك لكن وحامات غانا أو عد أو مقطع أو عن حاجة هدي إن ده أنا لقى قرصني إن أنا نو أو جلنا إن ده كده لو بدون تعلمون ما ركت إن تانو سيفت إسكت على إنه ما ركت أنا أصلا شيخه ما ركت مقدس عصير كعبي ما ركت أنا ضد كذا أونلاين. يعني. تاني وقبل من هذا لبرا تانون نقد براتو وحنو راعي نوتيوبيان هن راعي وحنو مكشقيننا ورسومالي وجاد إلما دريال وحنو كشقيننا سومالي مالي والبرير كعروضة إن أنا تشوسينو نقول نوتيوبيان ك محي تاريخ قولي نقوانيسا وتدوات سنة نويلالين من تاريخ سومالي ما تاتشيكسين تدوات سنة نويلالين لكن سومالي ما إلاش تاريخ ده تاريخ ما إلاش هو بين وخيالي ومحي هيدي وا خيال وايكي مش مرح ميل وقص الرجال الله تعبت من شروي سومالي ترى على قوم عمان مش ما أنت سومالي وقص الرئيس هل تلعبون مقادين أو ما أنت أنا قورنيهم أنت أنا جب منا يك تشوفا ما واحد قرر يجيب حسن شق دروي وما يا وقرنا يا لكن تاني واحد ويا عادي كنا هلا عقده أنا قلنا ما حريت عن عصير كقول عبد الله كقول فديه مركا عصيرين على نقودنا عبد حرام بك تحديث أدي واحد كوي رادي قولك أول الله قاتو أو إثيوبيان قاتو أو شخص كسير قلو والله ما أنت نجاق ورا واحد مكش قيننا أو دلير تيجي مكش قيننا أو وين شيء مكش قين أو قبلها يو مكش قيننا سيدا نصومالي مالو البرير كي مارت قرارة أنو سو قليل لين مارت حين تاب كإثيوبيا تاسع مكش قين تاريخنا مو هو نبدلنا محي تاريخنا قبل نيسا مثل هذا تاريخنا مهرير بايل عليه تاريخنا والصومالي ولا نيل تاريخنا إلى شطه يا إنا لكن 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 ما قرأتي إيه إن شاء الله يحن وهيك سميسا سؤال برا سؤال ولا وما ستقول الله يعوي يا بروفيسور سفوي أس سراوي يا وعوي يا بارك الله فقط أنا حتى الله سراوي يا الله فقط لما أنت قرأ الله بس أورت وسرا بنتي أنا واحد qantaa go'to biyaad oo waxa qadan tan ka soo wariyay daraa waxa uu baaritaan dadka hadii la ku yimaayo baaritaan su'aal la baa waxa uu qabshay su'aalada oo sabiixin oo sabuudan oo sabahi halka waxa uu ugu saxiixay laba tan kala gudbi ee inta waxa uu soo wariyay arrinka oo ina ka hadalno ma aha waxyaabo macna darro halka baaritaan aragti wuxuu ahaayay in halka saga soo qorno طيب وعوي كل هذا أنا أقول شلي يا دوت على كتوره حتى الحوي يطلع الملحوين هذا شو ما رأيتني وحوي سميني هذا الملحوين جواب عدل كتب دول قلني كل ما نقول نقدر نيجي سوالي هو تقال هذا باشر هو سوالي وقبيل هو يا دول قلني يا بارك تدك نفس الدجاج كيف الملحوين نفس الكسر الدجاج كيف مركب هذا الحوي دوت محل جرا دوت هذا لقى دوت يو حتى سي ماركتي تعاد هذا وقت دوت أنا بحس لي تايت القماش كفر وران لا هبونا من تكلم كودر يا واحد تاعي لا تشر بمدعونا كامل ترك واحد ماركتي أصل كل واحد يبار لمن كورتي لا ودي واحد يعقر بار لمن ك يبارك واحد يمساج كي شو بعد واحد يخبط هذا الك أو كلا هبلي حضرتك اسم العروق كلير أبراع دبا وحيوين من الحيوين وراها جنب الشيء عرضا بحقك والله الله أعلم دعنا وحوي هنا أقرأ أنك سردون من مني هنا مدهش أنا مارك لكن ما لديه كرادي سياسي بجنب الشيء ما لديه كرادي ما هو عادي وينا أقرأ دون سوقنا لك كوكو ومت ما فوش لي أنا غاستي يقو غاستي أنا بلا سيدي مدحيونه يرسل عمل شمشوال كين يا تعلم ولا لا ولا لا نشر كريم من نشر كريم ما أركنا ذكر كريم لا مركا لفقة توال وعوي ملحوري رسول شارو والله هذا بسورة وعوي كم هذا قصرية هذا الكوين وعوي ما لعب وعوي باش قان كري في استعجال أرو من كرام كرا السياسة ذكر هدي جرام هدي الله سبحانه يوفرت السكون على تفيقه
أنا من الواحد اللي بحويله وفرها وكوفي خكرنا وحوي بارك محل جرية كانت من الواحد ورميشة وكرة صحيحة يمارك إتوبيا اللي ورمي ودفن بكرانسا هشي سيبا وحن ويشي الله هدى لما أرك ما كونتينويشن بيهد وحوي مارك أفرتي بيضا لصحيحي وحوي مارك كانتي وحوي إنه مسبع كبير رضو إنه لما تنكينا مثل وحوي دول قارية إنه وحوي والكا أسرعوه مركا دودو هدان كدودا لما أرك قولك وحوي هدى إتوبيا وحوي مارك أسرعان قلتاكتي مسوي وحوي مارك داني لاحظة شيخ أن سعدنا دليل يمشي دينينه لما دود بيخلطة هذا هو أول يعني دليل اللي حصل شيء أنس سوقه وإنه سمع أدنى أنت على صورة فريستو أيضا اسمه قرآن يو هل قدوه لكن هذا سوى اللي هو دور دور إنه مارت أنا وقنا وضع صعبة أنا يدي أنا يدي كل ما أنا هي تدمر هو بس هو يكمل دوري سفية يو أول يا مارت سوقه ورقاصة في عارو وحوي أصلا ودك كدفاع كذي أو جذو وحوي مارت دع الله كل جري. ما أنا 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 تقولك هذا كل احترامي سيد متعاطى جوجا على حساب ما هو ضد الجوجا ما هو كل ما ضد ممكن ما يسوى أفكار نوم عنيه ألبرتو أفكار نوم عنيه وحطونا هاي لحظة البر مركز لكن أنا وحيد نخري عالم أنت هذا يجيب بحيد كريم بيسوى نخري وكل يسير يا بن إيه وحن كل شيء وعي تعيدي ولا شيء هذا صوت القاضي عيدي ولا لا بحار جدا خلنا وقفنا تجعلني سواش ما يدي وحوي مخي وحوي ماين بوكي إلا يوحوي من فوق أنت وبحسي دغلا دي الاتحاد كده لكري دغلا دي وحوي ده مارتي سو كسو كبيشنا نمارتها يا كم دغلا بنا وحوي الكارا نمارتها ما دحمري كونا طين وحوي نوكا سو كارا أجدو ما نشوف هذا رجع علي نوكا نلما سو كري أنا منك كيرا دوا لا كرني يا كعني لكن ما هي وحوي تاريخ ويانا خلنا ده تاريخ من دوا هذا كان يوي موضوع عما كهذا اللي حرد أرك هذا تاجن بس واحد ران كان لنا مصر للي وحوي الرجل لو تشيدني يا كهذا لنا بارتي والله والله خبير ليس معك صور فرسنا بارتي ليك استوى وحوي إلى ذلك بدفع عليا سد على باش ما نجت هاي وحوي مارتي ما تقول بعد دفع علينا صور إنه بس وحوي قليل حرام كنوكر عدية سوى وحوي ما جاب صوت عمين أنا كوشي أنا كوشي واي هل لك بالله هل ما هذا ما أنت على كوشنا أنا فقط أديك من كوشنا أنا ما هو حير ما كنا ما هو كوشينا هو كوشينا يا ما هو كوشينا يا شمس هذا هو كوشينا يا ما هل هل لك بقول يا هاي خارتني أو عايدي ده لو وحبك ما نشيجين الله نحرسته ما هو كتير بدور على الله أنا وحاسس شيء واحد لا شكوك بالله إيه كذا ما من ده أقصى إنه قدم إيه أقصى عايدي ده هذي كذا كتير لك واحد كنا أقصى هامين ضد بنا ما هو كسينا يا ضد بنا ما قاموا تاجين وما نهرته هيك ما عايدي ده وحبك ما نشيجين وحبنا كل شيء جمينه لكن عندنا هاي السنة حسن شيخ أرن كان إثيوبيا إن لو هاي اللي جي إيبيا ولا وجهه بقول كيبا بقول بقوله وجهه بقول كيبا بقول وحبيون عفكا نوم عانين وحبيون مارك تنحايا هيدي الضبكا نغو قرين أنا قد اللي يرتهي لوحان نغو شيئينا وعب ومحايا مرقاتيا ورانا قوضن كومانو دارا ورانا قوضن كمان مسؤولنهين ورانا قوضن كمحايا هيدي محايا هيدي كومان محايا هيدي ديارات كومان رعنو ورانا قوضن كمحايا هيدي كومان محايا هيدي اللعا كومان سوق قادنو لكن حسن شيخ قادين تابقو السمعية كوحان سمعيي ايمان تهل تلابو آن قادن هل تلابو iska da safiir yaro ororada wadankaaga isaga xushmeynay xataa isaga xushmeynay wuxuu kari waayay in la ororada wadankaaga tagniyo maxay ahayde wadankaaga mar hadduu waxa ku kacay ororada wadankaaga tag uu sameyn kari waayay marka hanno amaanin Xasan Sheekh qadoo adeerka iyo wadciishay daalacan laakiin annagu aydiid waxba ka sheegay min nin dhintay hore oo maareeyay tagayo maanta ilaahay hor joogo oo maxay ahayde adduunyada maareeyay ka tagay waxa laga sheegay maayo qofku wax ka sheegana waxa leenahay maxay ahayd adiga laftiga kuma fiicna laakiin waxaan u sheegayna Xasan Sheekh waxaan inuu aabi hooyo yahay wiil iyo gabar walowba inta ku seexa ku soo toos sababtoo ah hadaan arkaan koori maanta Xasan Sheekh anigu waxaan taageeri karaa Xasan Sheekh markaan arkaa inay ka go'antay waxaan u sheegay
لكن انت الميل سو جوك سدان اسكا موشون يايو ايموشن وار ايموشن كان واخا نقود دد كما ارغتي سيده او كلا كهدلي ما ارغتي مخاي ابراهيم بلشده كهدلي اي ايموشن نقون كرا لكن نين دل او مدحوينه او دلكا لو داري او وليبا عيدميديس اي ميل ولبا فديان انغا نوو شيكينن خياليه بينيو سومالي اسمتش الوا بين سومالي مخاي دهيل اي ولالا اسكو تاي وا بين وخا مانتا جوغا محمدتا جوغا فر warmaanta Itoobiya waxay ogaatay madqana maalinta inaynu ma aragtay in qabsan karto waxay ogaatay maalintii Muqdisho soo galisay ogaatay anuu waxan goobjoog waxa aan ku yiri wallahi magaalada Boorama dhexdeeda iyadoo laga soo baxay wiilashu 12-20 soo baxayaan oo gowari la raacayo la leeyahay wadankii Soomaaliya la soo galay ay maan heli karaan maanta wiil ka yimid Muqdisho oo magaalada Boorama dhexdeeda yimid oo maxay ahayd mooyin mise waxa maleedihiin baga horta gala idinku ma aragtay maxay ahayd gala idinku horta maxay ahayd naarta kabaadina annaguna casiir kaano cabayna waxaasi wax layniga qaadan kara ma waxaasi wax layniga qaadan kara ma laakiin waxaanu qaadan karnaa maanta haduu Xasan Sheekh uu samayn kara maantu samayn kara inta Turkiga uu la hadlo shirkadaha Turkiga la hadlo yiraahdo warseeyna ciyo maharaad luqayaabaan ku saxaxay ayaa la hadli kara ayaa diidi kara ayaa ka soo horjeesan kara ilaa marka Alberto haddii adigu ma aragtay adeerka iyo jicishaad Xasan Sheekh qad fiisleebahay نجمة دفاعي كرتيت تصالي العرب أن نقوش إن الشمس هي سودة ومركها أنا ما أدري ما يكون ده ماشاء الله إيه هذي ضدك أنتي حمالة ولا ما أعرف ما حسيت شغلك سوي رضي ما أعرف ما قالني استغفر الله هذا ما له مقلب ها عطى لكم على سيف يعني إبليس صورت وعيد السلام إيه وحقك ده هاي ضد أنتي حمالة أهل كان كوي جرت أو دفاع وجرت أنا أقول كعب فرطي oo taatir ka tirmay la og yahay naceeba nin tan oo Soomaaliya wuxuu roobaha ahaade asigii madaxweynaha ka malaa xisaabtami kara wax ma laga sheegi karo hadii wax laga sheegayo nin dhintay caayleena nin tagayaan wax ka sheegayna aan ku dhiganaaneyna kama waad markay marka dadkaas la murmay ani hadda waa iska baxa wallahi la fuuto dadka dhan ma iska wada baxay bii ku shee sabto shaana gafran madaxweynuhu dhex fadhiye maanta safaaradda Itoobiya u dhex fadhiiso dhilla Soomaaliya iyey marwadi naati oo Ismaaciil Umar geeyay qabila madaxtooyada dhaxbadisa marka maxaa laga hadlaa marka waa buu jeedaabe waa nin qaawan oo dharka iska tuuray dharka ku cilcili adi maanta dhan ayaga dharka saasareen asiga dharka iska tuuro sababtoo markastuu yimaado batle lagu murma tiishana keya lagu gaay haddana maanta talayti waay saxiixi maqri Itoobiya soo bandhigto banaanka keentay wax cad keena marqaati keena waadax waa loo jeeda nin oo siyaasadii loogu guuleystay oo 32 sano qaranaan ahay dhahay oo ictiraaf raadinayay oo ciidankii maxabiis aan looga qabsaday oo meel uu ka hadlo weysnaayo maxbuus ahayo intuu gacanta ka soo qabto lagu soo furfuray marka waa kala ahay waa bal Itoobiya maxay ictiraaf kartaa maxay aqoonsan kartaa haddii wax aqoonsanayso 32 sano joogeen Soomaaliya meesha joogeen maxaa heshiis loo kala gali waayay wax loo kala saxiixa waayay marka waxa tan sheekii maar maxaa masiibada dig soo siiyay mar walba ما فقلت عليك ساكو أكيلا مكة إلى ذلك أن كل ما قال إسلام الله طلب حميشة سيتي والله بلا بطاس أولا ديبي وأكد دلتا وقال فقلت الله كوسو علمي ذلك أنا قال لما مرمو والله إلا لما مرمو ما هل نوز على فقلتي ما مخلاني كم هم يعني كي أتكي سلامه وفقوك واحد ما يهو ملينا لا ولا سبيكر كيز أفواه بس يا ما أحكى قلبي من دعو ملينا يا أحوا أحكى خالدا مركو أكو صارينا أتيني ديو مارتي وكبا حيث هو ها بس أسين صار aa may aan horta maartay hadalku sida loo wado waxba ka jiro marna waxa weey qof bini'aadamka wuxuu isaga afkiisa ka sheegtana waa la siyaa benefit of doubt waxa la jiro aan aniga adiga ku quraacsanay fikradaada marka wadanka Soomaaliya aan had gudub lagu sameeyo oo disrespect lagu sameeyo oo waxaan aan macquul ahayn oo waxyaabahaas oo kale bahdil baa la dhahaa maamulka loo yaqaano
maamulka maratay xasan sheekh sharaf dhac iyo waxa ku tahay maratay yaxsitaan oo aan laga aqbali karin ninka adiga sanadkii hore farmaajo markii kenya maratay ay waxyaabo ku sameeyeen ma aqaan ma xasuustaa arrinku waa waag waa waxa soo saaray jaadkii wixii dhan ka xiray garta hadda ethiopia marka alaqaad kale u jiray marka waxaa la rabaa inuu action qaada laga rabo marka actionadiisa waxay tusinayaan eedan nin baqaayo oo cabsanayo waxyaabo kale dana kale eeganaya ama nin dee arrimihiisa maaragtay la isticmaalayo maybe waxaa laga yaabaa inuusan baxaan wari noo sheegay noo sheegay waa tukanaya maaragtay kusoo qaada Again, dibka ka jira waxay tahay xamar in dhiilka dhan dad kale u xiran yihiin oo isaga laftiisa maaragtay uusan samayn karin ba go-aankaba gaari karin maybe waa laga yaabaa benefit of doubt marka meeshaasa ka imaanaysa aan isleeyahay ma garata laakiin safiirka way fudud tahay inuu dhaho maaragtay kii soomaaliya hadduu dhahay kasoo noqo saa maqla u soo celiyey kan kale waa inuu ceyriyo qasab waay labada dhinacba maaragtay kadib wada hadal saasuu ku imaanaya hadda waxaa waaya ethiopiaankii waa iska dhex fadhiyaan xamar waxaa loo ka socda mare marka I think Djibouti laftaadaba la yaab leh haddii maaragtay midda kale adin sheego arrinkan very clearly Djibouti dekedda lagama bedeli doono dekedda halkaas weli alaabta ka degeysaa taas waa Ismaaciil markii looga hadlin dhiilka maba ku saabsanaba deked waa navy base oona mana ahaan dhinacan magaalada Zeyla xuduudda ka bilaabato Ethiopia Djibouti ka bilaabatay ilaa 20 kilometer inta Somaliland waa meesha laga hadlayo xale iyo darhaad iyo wakaaladiisa qolyihii Somaliland wasiirkooda xitaa uu hadlayo oo I think arrimaha dibadda wuxuu dhahay lama sheegin meesha ma cayumno laakiin meesha weligeed Ethiopia rabta waxay ahayd magaalada Zeyla iyo leenkaas halaha yar maarata lukhaya meel la meesha laga gooyo maaqan meesha laga gooyo Djibouti Somaliland xuduudkeeda ilaa iyo 30 kilometer baa lahay 20 xitaa waa 30 kilometer oo ilaa maarata gudaha xitaa that means any markab Soomaaliya aaday actually Ethiopia xagga ka control doonto marka waxaas wax laga dhinta waaye Xasan Sheekh marka hadalla uu ka sheegay inuu dhahay maarata isaga uu ka xun yahay oo laakiin waxaa loo baahan yahay action in la arko af maahan action ma aragno marka ano benefit of doubt siinaya inuusan ogeyn maybe la sira laga yaabaa waxaan la uusan akhrinba oo adagana Ismaaciil Cumar Geele maadaama wadankii gacanta ku dhigay nimankan ay ku daba tukanayaan oo gabadhiisi xaas looga dhigay nimankii ugu awood badnaa maamulka Xasan Sheekh iyo marka waxaa isleeyahay in maarata maybe loo qariyay waxba fahansanayn waa laga yaabaa benefit of doubt ka meeshaasa u gelinaya laakiin actionska uu qaaday maadaama hadda fahmay wixii jiro waxay u eg tahay inaysan maaragtay in loo baahay inuu action badan qaado haddii uusan ka mid ahayn dhiilkan marka taasa uga baxaari way cararta islaamtiina marka waxaan kuri la foqato walaalo ii sheegay adeerkaagii iyo adeeradaadii markay gateen oo Ethiopia la heshiiyeen oo Muuse Bihi ku soo saabay inuu dalkoodii maaragtay gudubirsi u dhisaayo markaasaa waxaa sheegaysaa Xasan Sheekh ku daba dhigantay Xasan Sheekh uma aqoonsanin madaxweyne inuu ku yahay weliga uma aqoonsanin CPP ahayd marka adeeradii qiri jabaanka joojiyaan ku dhahay ciddas waxbaha u fiilinina marka reality-ga ani adiga la foqoto ognahay saaraha gaashaanka iskugu imaadeen elite kare oo rama reer gudubirsi inta iskugu imaadeen ee cadeeyeen waraaqadii la ordayeen final inay heleen maaragtay ii sheegay siday u rabeen
walaal waxa uu soo bixi kar waayeen marka walaal waxaan ku yiraahay qirta banka tan iga deesid Soomaalinimo wax la dhahmi jirtee madaxweynada Soomaali u aqoonsanayna ha aadeenine horto marka ugu horeeyso la soo hadal elite dadawo isbuuc ka hore ahayd intu soo muuse bixin bixin aad halkan maalo bisbaynta soo furta waxa ku haysay muuse bixi cashuurteenu qaataa boorumuna ma dhisin wadooyina ma siin reer boorumu waa la dhacay saanbaa la yeel kambaa la yeel aa oranaysay markaas eliidkiin intay shireen waraaq qoreen etoobiya tageen waxaanoo dhan la qorsheeyeen muuse bixi oo muuse bixin wuxuu is yiri maadaama ssc waa kaa tagtee iyo aysan reer boorumu kaa tigine kusoo sabaysay jecel u yeel aa degadii lagu soo siixo etoobiya lagaa soo siiyey aabagadhaan lagu keen markaas saarta xashiishaq dushana ka saartid la foqato walaalonina ha aaminsaneen madaxweyne u aqooninin ha lugtaa ku dheginaan ku yiri salada soo tukadaa leedahay realityga waa ogtahay shalo waa maqlaysa qolka iskugu yimaadeen almost 300 eliidkii reer boorumo ee wada joogeen inay sheegayeen dadka la yaqaano oo reer boorumo eliidka u ah oo muuse bixi arrinta u dhameeyey oo la siixiyay inay meesha laga sheegay labada dhagood oo ku maqlana labada dhagood oo ku maqlaysay la foqato walaalo inta iska deysid soomaali waa kala go'day maxa deegaan loo kala go'ay qabiila loo kala go'ay qof walba deegaankiisuu leeyay qof walba qabiilkiisii meeshiisuu leeyay adigana adeeradaada aa degadaas muuse bixi u dhameeyey etoobiyan ula soo heshiiyey soo haddaad intaad xasan sheekh lugta ku dhegan tahay adeeradaa ku dheg eliid kare maaragtay oodal u tag la hadal dadka maaragtay aqoonyahanka sheeganay dhahay qalina ku dagaalameyna waraaqda la wareegayay twitter spacekan 48 hours spaceod u fararaayeen saaraha gaaraha laydiidin platform lado ee imaadeen shale ay ka cadeeyeen ay sheegayeen niman eliid hore boorama inay u saxiixeen muuse bixiye la foqato walaalo maamo waxaa diideysaa cadeynta waxaa diideysaa runta ma waxaa diideysaa xaqiiqda diideysaa markaasa xasan sheekh oo dublimaansi har iyo habeen usoo taagnay oo u dagaalamaya u sheegaa u dhahay dhulkeena taake intas leeg intas leeg ma maaragtay ma ogol in la bixiyo xasan sheekha laga hayaa laakiin kuwaaga lagama hayo the proof maanta la hayaa waa inuu xasan sheekh intuu soo istaagay uu yiri intas leeg wadankayga in laga talo ma ogol inkastoo anu aan ka soo horjeeda xasan sheekh uuse waxaas uusa dhiginin uu u daylahay markaa shalata idinkaa daba taagneedeen oo lani hayaa cadeyntiini roofkiina la hayaa eliidka ree oodale intay soo istaageen inay yiraahdeen waxaanu rabnaa inaynu etoobiya la heshino waxaanu rabnaa deegaankeen inaynu maaragtay horumar gaarsiisano edisano ee waraaq ee qoreen from canada to everywhere the world ee wada imaadeen aada u sacbinaysay asbas usoo furaysay maantana waxay galeen maaragtay miiska hoostiisa galeen way wada dhuunteen markii finally muuse bixi uus yiri ssc waa kaa carartay ree odilaysa kaabeen ee waraaqda u saxiixeen oo shaleyta ugu dambeysay ay ka sheegaan spacega ayagoo 300 dhan ay dhahayeen dad aynu naqaano oo eliid kenya oo ree odala ka dambeeyo oo la saxiixa muuse bixi oo arrinta u dhameeyey markaas hartarata xasan sheekh oo aadan shale aaminsan inuu madaxweyne ku yahay aasamini maanta madaxweyne kuu noqonaa waraaqii rajabaanka joojiyan ku dhahay soomaaliyahay soomaalinimo waxa la dhaho ma jirto nin walba dalkiisa dadkiis isagaa leh xisaabtana dadla xisaabtamaysid eliidkaaga dadkaaga la xisaabtama wasalaamu calaykum magacii wasuna dee qaliyaada dunya feeg bay ahayd marka waa disis ofin kaligaaan ku salaama la foqato inaadeh soo dhawow horta adeerka maaragtay isagaa u dhaartay anagu umaanu dhaarin adeerka hayasi ninka ha jawaabo ani xaqiiqan kuu sheegay soomaalio dhan markaatmarka ninka ha ii jawaabee nafoqato daaogaane horta adeerka maxay ahayd dunyo horta anaga noo dhaara kumaanaga kuma saaran adeerkee ya rabbi adeerkii maba aqoonsini bin mubani ee maxaa ugu dhegan tahay intayda idhaa bay ku dhegeystay
ما أنت عدو ماشي كفر ده يعني رأي أو دروا كمل وكقيب عديت ما أعرف تأدي محيه ده وهاي سطوا إنه ما أعرف سمايل وقبيل وهم إن قبيل ترى جديد ما يسوا لكن قبيل كمل شوقة وحكوت شوقة إنه سمايل وطارتي وحكوت شوقة والله با وصدق حسن طلابي ذي اللي ربي ما أعرف تعرف كله كربي أنا قمت طلاب هدي قوية هنك يقو ما أعرف كده واقيم إنه كيني إنه ما نسوسه حين ما نكيني إنه هشيس لما نسوي كلم وصدق وأفرى ما أنت حسن شيقول مرخاتكية هاي وأرنت نقدم بي ولوجيا هاي أو مارك وحنا وتاجر كربة تحسن عدينا نامو إنه عد إنه تاجر كربة وربة إن مارك محيا إذا سوق مركي تدك أي سوس إيجواين ده هذي سوق سياسة تقح ما تي ومارك ودتك هنن كروي إسهاي نصيب ترى قبل أنو نصيب ترى ما قلنا إثيوبيان كي نقطة إثيوبيان كي أبي بدر إسبان وين كسمايو شوغا محوج مقدشو شوغا wuxuu joogaa maxay ila gobolada dhexe oo dhan buu fadhiyaa Itoobiya hadii la nacayo hadii Itoobiya la nacayo gobolada dhexe buu joogaa safiirku maanta Xasan Sheekh waxaan goor waxaan 2 km u jirin buu ayuu fadhiyaa safiirki Itoobiya marka ilmaadareyaal anaga khiyaaligii oo intii yeesha baroorteeda ma aragtay waxa ay niga aqbali mayno hadii Xasan Sheekh maanta uu yiraahdo masuul kama yihi maxay raas casayr iyo raas kambooni ma ban qabsadeen ba walaalana ma qabsadeen anigu anuu halka san taagana mallaahna nan qabsadeen baan ku roonayn meel ku soo qorteen laakiin isaga raas aseeri raas kambooni diyaarad ku kora isaga suurka u xidhay isaga ma aragtay markuu dawladaha u tagay ma aragtay dawladaha ugu taga marka hadaad maanta oo dhan difaac istiraahdo adeerka wallaahi inaan idinka difaaci karin haduu maanta sameeyay Xasan Sheekh maanta aanu waareertay ma difaacay la faqato waxa waareertay waa qaldan yahay inuu wali soo laxataa ma aheen inuu siiyay aheen warkiina jabaanka jooj war Soomaali mana waa sheekii sidoo waxa sheekii isma baamisana baaliga the problem waxa tahay don't listen la faqato elite kaagi adeeradaadi ya gabay lama xisaabtan ma kareysid mid kaafur ka jiro hawiyaha ku qeylinaysa war anaga hawiyaalana dhaha dalkeen waa noo xareysay shala markay tubeena baabina in loo dagaalanto ma jirto ana I believe there is no wax la dhaho Soomaali nimo la dhuma jirto so marka elite kaagi reebora maay ku deg walaalo reality wake up u baahan tahay ka nimanka waraaqda meeshan la ordayay oo twitter space ka joogeen oo maartay dhahay in Ethiopia aadeena ee dhulkeena horumar gaarsiisaneena muuse bisha ashurteenu qaataa dhulkeena noo ma dhiso ku oynayeen halka fadhi twitter ka dhigaysan 24 hours waa maqleysay la xisaabtan There is no Somaliyeed. Horta assalamu alaykum baaqay waxa ay sheegaysaa horta qof hadda la dhaliilo kama dhigno baa deesh ma dhan baa la dhaliilay waa ay 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 ay
بعدين تقولين يعني ما كان يروح عليه بعدين لهي لا بيكون وقت قبل عليه سمع له إنه المستعير